في البداية رحب بكل السادة الوزراء وأحب أذكر كل الحضور إنه بظروف مجيها الحكومة هذه الحكومة جاءت بظروف استثنائية وعملت بظرف استثنائي كذلك وما زالت تعمل بالرغم من كل هذه التحديات نجحت هذه الحكومة في التغلب على الكثير من المصاعب. مصاعب والتحديات لم تكن سهله ولكن كان شعار حكومه من اليوم الاول حكومه قول وفعل ركزنا على الجانب العملي في احتياجات المواطنين بعضها نجحنا بها والبعض تحتاج كثير من الوقت لمعالجتها قبل عشر ايام وضعنا حجر اساس لمشروع ألف مدرسة في عموم محافظات العراق ضمن الاتفاقية العراقية الصينية هذه الاتفاقية اللي حصل بها لغط كبير من قبل بعض الأطراف وحالة أن تروج أن الحكومة غير جادة بتطبيق هذه الاتفاقية أو متى تنفذ هذه الاتفاقية من نفذها هذه الحكومة وبدأنا مشروع ألف مدرسة من مجموعة من تالاف في عموم العراق على شكل مراحل مع الأسف شديد نسمع في بعض الأحيان حملات في بعض وسائل الإعلام في التواصل الاجتماعي الهدف كسر عزيمة وعمل هذه الحكومة كان ردنا هو السكوت والصمت ولا ندخل في مناكفات سياسية من أجل العراق ومن أجل العراقيين نركز على العمل من أجل الانطلاق نحو المستقبل كذلك تم التصويت من قبل البرلمان العراقي على قانون الأمن الغذائي. والمطلوب عندنا اليوم أن نعمل بكل قوة على تنفيذ التزاماتنا بهذا القانون من أجل خدمة الناس وخدمة العراقيين، وحب أذكر أن هذا القانون ليس موازنة. هذا القانون آه لأنه المر بظرف استثنائي عدم وجود حكومة ولا يحق لنا كحكومة تصريف أعمال سن قوانين فالتجأنا إلى قانون الأمن الغذائي اللي صوت عليه البرلمان مشكورا ولكن في نفس الوقت مطلوب من عندنا أن نعمل بكل جد لتنفيذ هذا القانون لمصلحة العراق ومصلحة العراقيين من أجل وناسنا ونحتاج كذلك من الأطراف السياسية التعاون سوية لتنفيذ هذا القانون وأحب أن نذكر في نفس الوقت نحتاج إلى دور رقابي ولكن دور رقابي خلي يكون وفق المصلحة العامة ليس للضغط أو لأغراض شخصية أو أجندات لإضعاف الحكومة الحكومة تعمل في نهاية دورتها وننتظر من الأطراف السياسية العمل بكل قوة لتشكيل حكومة تمثل تطلعات الشعب العراقي حتى تستطيع ان تقدم رؤيه لمعالجه هذه التحديات. هذه الحكومه باقيه في العمل الى اللحظه الاخيره لحين تسليم مهامها للحكومه القادمه. لهذا ذكر النخب السياسي على اهميه الاسراع بتشكيل حكومه تقوم بواجبها ولكن في نفس الوقت سوف نعمل للحظه الاخيره لمتابعة كل التفاصيل كما ذكرنا في السابق او ذكرنا في السابق انه علينا التزامات يجب ان ننفذها ونستمر بها. رغم التحديات الداخلية الكثيرة نجحنا في سياسة التوازن الخارجي. وكان هذا هدف رئيسي من اللحظة الاولى ان نعمل على اعادة علاقاتنا مع دول الجوار، مع الدول الصديقة، مع الاشقاء، والحمد لله وشكر وضعنا مصلحه العراق بالدرجه الاولى، وهذا التوازن ينطلق من مصلحه العراق، ومن مصلحه الشعب العراقي، وسوف نستمر بهذه السياسه، ولن نذهب الى اي محور على حساب محور اخر. نحط مسافه متساويه مع الجميع من اجل ان نجلب العراق استثمارات ودعم لكي نعوض ما مر في الماضي. من فشل واحباط وحروب عبثيه تركت تداعياتها على الشعب العراقي، المطلوب نعيد بناء علاقاتنا على اساس المصلحه العراقيه وعلى اساس حسن الظن مع كل الشركاء، اما سياسه الخوف والعزله وسوء الظن مع الاخر ليست سياستنا، سياستنا نحسن الظن بالجميع حتى نصالح مع انفسنا، نصالح مع الاخرين ونتحرر من السياسات العبثيه التي اخذت العراق في الماضي الى سياسات شبه انعزاليه او تصعيديه مع دول الجوار، حروب هذا كله ان شاء الله يكون جزء من الماضي. كنا في زيارتين واحده للمملكه العربيه السعوديه والاخرى للجمهوريه الاسلاميه. وكانت الزياره الى المملكه العربيه السعوديه جيده جدا ناقشنا القضايا المشتركه الاستثمارات السعوديه في العراق وافاق المستقبل وتكلمنا عن الربط الكهربائي وكذلك تكلمنا عن كثير من المشاريع اللي يمكن ان يستفاد منها العراقيين وتكلمنا عن اهميه ان تكون منطقه مستقره وهادئه وان يقوم العراق بدوره في مساعيه لترطيب الاجواء من اجل المنطقه ومن اجل العراق. وكذلك تكلمنا عن التحديات العالميه الموجوده بسبب الحرب في اوكرانيا وانعكاساتها على الامن الغذائي وكيفيه التعاون لتوفير ما يحتاجه شعوبنا من احتياجات لتوفير هذا الامن. وكذلك كانت عندنا زياره للجمهوريه الاسلاميه وتكلمنا عن نفس النقاط عن النقاط المشتركه وكذلك العمل على موضوع الطاقة وكذلك المياه وأبدو الأخوان استعدادهم لإرسال وزير الطاقة لبغداد للحديث فيما يخص موضوع المياه وكذلك موضوع الطاقة الكهربائية وحل كل إشكاليات نحتاج أن نعمل بكل جد على تذليل التحديات التي تمر بها المنطقة وتضرر منها الجميع والعراق بالدرجة الأولى موضوع التغيرات المناخية ولهذا اطلب من الساده الوزراء المختصين الاهتمام بهذا الجانب فيما يخص المياه وما يخص التغييرات المناخيه تنعكس على الزراعه وتنعكس على حياه المواطنين. آه يجب ان نذكر انه هذه العلاقات وهذا التوازن حتى نسبة العالم والعراقيين العراق ذو عمق كبير في التاريخ ودوره وموقع مهم جدا ويكون مساعد على آه بناء علاقات تكون من أجل مصلحة شعبنا وناسنا العراق عمل يسعى ليكون جزء من منطقة منطقة مستقرة وهادئة ونتعاون مع كل الدول من أجل تفادي تداعيات الحرب أوكرانيا في مخصص الأمن الغذائي وكذلك في مجال الطاقة هذه بعض النقاط حبيت أخليكم بها وأذكركم سيكون عملنا للحظة الأخيرة من عمرها الحكومة لحد ما تشكيل حكومة، يجب علينا أن نعمل ليل نهار لتدليل كل العقبات والتحديات.